السلامة، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج في أسبوع. نتقابلوا ليلة الخميس بشكل استثنائي حتى نمكنكم غدا من متابعة الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة. الليلة نحكي على الإضراب الحضوري العام اللي نفذه القضاة على امتداد يومين، الأسباب والمطالب. حديث يجرنا أكيد إلى أزمة طالت نسبيا، وهي أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. مبادرات مختلفة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة لم تنجح على ما يبدو في كسب تأييد العائلة القضائية لها، إضافة إلى فقرات البرنامج القارة. يسعدنا ليلى بالحضور للحديث عن هذا الموضوع السيدة روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين. أهلا وسهلا بك سيدة روضة. مرحبا بك معنا. أيضا السيد وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداري. أهلا وسهلا بك سي وليد. ومحلل البرنامج نور الدين المباركي، أهلا وسهلا بك نور الدين. للتواصل معنا طبعا على صفحة البرنامج في أسبوع، صفحة التواصل أو شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في أسبوع أو تونيزيا تي في نقطة تين. في البداية خلينا نحيي وفتيات برنامج في أسبوع، حبوا يوجهوا تحية للمرأة التونسية اللي البارح نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة. نشوفوا التقرير مع زميلتنا إيمان سيد ومنال الأسود ونرجع نعلق عليه. اليوم نرفع القبعات للمرأة التونسية في اليوم العالمي للمرأة. تحية منا لكل حراير تونس، تحية للنساء بلادي، للكادحات المناضلات، حفيدات العظيمة عليسة والخير عزيزة عثمانة. تحية وألف تحية لوالدتي ووالدتك، للأخت والزوجة ولكل ربات البيوت اللي زرعوا في أولادهم المحبة والقيم والأخلاق الطيبة. تحية الأم الشهيد والدة الأبطال الصامدة الشامخة اللي شيعت قطعة من روحها وزفته عريس للشهادة. ما ننساوش المرأة المكافحة الكادحة في المصانع والحقول والأرياف اللي تخدم بالسعد في أرض جدو تزرع وتحصد تعب أيام وليالي. برافو للممرضة والطبيبة اللي نحيو علينا الوجيعة، للمهندسة اللي تبدع تبني وتعلي، للأستاذة للمعلمة اللي علمت وربات وفتحت منافذ للنور والتمدن والتحضر. كل الشكر والتقدير للقاضية وللمحامية سيف الحق والحكم بالعدل. برافو للصحفية والإعلامية تسمعني تحس بيا وتحكي عليا، هي ملاذ نصرة كل مظلوم ولجم لكل ظالم. برافو للباحثة للمرأة اللي تسوق الطيارة تطير تجنح تسافر بينا وتعلي. برافو للفنانة للكاتبة للأديبة والشاعرة، إنسانة حالمة ومثقفة واعية. شابوبا زادة للمرأة الأمنية بجميع أسلاكها اللي برنت على قدرتها العالية في تحمل المسؤوليات وأداء واجب الذود عن الوطن، وتحية إكبار وإجلال للمرأة العسكرية تشد سلاحها وتدافع عليا. حلفت يمين باش تحميني تحمي أولادي وحدود بلادي وترفع راية الوطن. تحية للمرأة السياسية للمناضلة، المرأة الثائرة الحالمة اللي ترفض الانحناء وتصرخ في وجه كل غاشم وجاهل. اليوم نوجه تحية لكل ثكلة وأرملة ويتيمة وحبيبة في ربوعها الوطن العزيز، وتحية ليك يا تونس من بنزرة البنقردان، بناتك ترتع فيك كل غزلان، وكيف ما قال الصغير ولاد أحمد، نساء بلادي نساء ونصف. مناسبة أنا بجي باش نحيي زميلتي منال الأسود، إيمان السيدي، إيناس الشيخ، ألفة الخديمي، سيرين بن قاسم، وكريمة وقاد، وكل الزميلات اللي يخدموا في برنامج في أسبوع. سيدة روضة، شنو نقولوا بالمناسبة؟ أنا نهني يعني كل نساء العالم ونساء التونسيات، ونهني القضيات يعني التونسيات والرجال كذلك بالعيد هذايا اللي هو في الحقيقة احتفال بالحركات النضال معناتها من أجل حقوق المرأة، حقوق المرأة في مساواتها معناتها كإنسان، فهمتني، مكتمل معناتها الإنسانية، على خاطر المرأة هي في العالم بشكل عام من الفئات اللي تعيش معناتها كما قلنا تعيش الاضطهاد
وتعيش المظالم في الحقوق الأساسية بشكل عام، معناتها في الحق في التعليم والحق في الصحة، حتى إذا كان قرأت معناتها وتوظفت نقاوها مازالت ما توصلش إلى مواقع القرار. اليوم الوظيفة العمومية يعني تقريبا العدد الكبير هو من النساء، ولكن النساء في مواقع قرار يظهر لي في حدود 1% فقط. دونك هو احتفال أكثر منه في الجانب هذايا النضالي من أجل معناتها أنها تترفع وضعية الضيم على نساء العالم ومعهم الرجال اللي أيدوا معناتها فكرة المساواة، تراه في فكرة العدل مش في فكرة الغلبة، خاطر مرات يقع كيفاش نقول أنا تحويل للفكرة هذه في أنها مساواة المرأة هي بقصد أنها المرأة هي لا في في في, في مفهوم العدل، لأنه المرأة يعني كيفاش نقول تتظلم. نعم. في عديد من الحقوق الأساسية هذه. نعم سي وليد. بارك الله فيك، تحية من الأعماق. المرأة التونسية والمرأة في العالم وخاصة المرأة التونسية. المرأة التونسية اليوم معناها مرأة كادحة تخدم برشا خدم، هي معناها الأم والزوجة، تخدم في الشارع، تخدم في الدار، تخدم طبيبة، تخدم شوفير، تخدم طباخة، يعني مرأة كادحة. دونك ما نجموش في الفرصة هذه إلا بنوجهها كل التحية، تحية خاصة للوالدة وللزوجة نتاعي. نعم نورجين. نعم هو 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، في الحقيقة هو مضمون نضالي بالأساس، لأنه حتى يعني خلفية هذا اليوم كان على أساس النضال من أجل يعني مزيد المكاسب للمرأة في تونس. خلينا نقولوا أن المرأة التونسية في الحقيقة كان لها دور كبير برشا في مختلف المحطات عشان تونس في تاريخ الحركة الوطنية، في بناء دولة الاستقلال، وأيضا في 14 جانفي 2011. طبعا يعني هناك مكاسب كبيرة جدا حققت المرأة التونسية، على الأقل في علاقة بالتشريعات، ربما مجال التحول الشخصية التي تصنف الآن عربيا بأنها الأفضل وبأنها أكثر تقدمية، لكن هذا ما يعنيش أنه المرأة التونسية في الحقيقة حققت كل مكاسبها وأصبحت تحتل مرتبة مهمة. اليوم هناك أيضا دور مهم للمرأة التونسية لمزيد أولا الحفاظ على مكاسبها، لأنه لاحظنا في محطات معينة وكأنه هناك نوع من الارتداد على هذه ومحاولة محاصرة هذه المكاسب. إذا هناك واجهة أساسية وهي الحفاظ على هذه المكاسب، والواجهة الأخرى هو تدعيم هذه المكاسب ودورها في المجتمع. نعم قبل ما نمشي لفقرة تحويل البلاد، اليوم فوجعنا الساحة الفنية في تونس بوفاة الممثلة القديرة خديجة بن عرفة بعد ما تعرضت الأزمة الصحية. خديجة بن عرفة اللي عرفناها في عدة أدوار، منها خاصة الأدوار التلفزيونية، الخطب على الباب، منامة عروسية، حسابات وعقبات وغيرها. أكيد خديجة بن عرفة الممثلة القديرة باش تقعد دائما في قلوبنا، والفنان ما يموتش في نهاية الأمر لأنه أعماله تخلد له اسمه، وعرفناها في عدة أدوار وحبيناها. إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها وكل تعازينا لأسرتها وللأسرة الفنية في تونس. نمشي لفقرة أحوال البلاد مع زميلتنا إيمان السيد ونعلق عليها مباشرة. ساحة برشلونة، شارع جمال عبد الناصر وشارع شارديغال هي لونهجة اللي تمثل شرايين العاصمة، غمرها الانتصاب الفوضوي اللي تسبب في تشويه وجه البلاد مع استحواذ الباعة المتجولين على ممرات المترجلين والأرصفة وحتى على مداخل المغازات والمحلات التجارية. مشاهد تبعث على الدهشة خاصة بعد ما تحول قلب العاصمة لسوق مصغرة تنصب فيها أكداس الفريب وعديد البضائع الأخرى، بضاعة يسترزق منها الناس لأسباب كثيرة لعل أبرزها انعدام مواطن الشغل وقلة ذات اليد. ورغم إصرارهم على ممارسة مهنتهم بكونها لقمة العيش الوحيدة، البياعة أكدوا إنهم تعبوا من المطاردات ودعوا في الوقت نفسه لتوفير فضاء مرخص يعرضوا فيه سلعتهم. تعبين تعب شديد، حاوزوا فينا ويتعبونا، معناها ما خلوناش نصبوا، تعبون البلدين. ها ما عندي حتى علم خدمتي كلها تصابك. هم قبل ما يفكونا قبل ما يهزوا لنا سلاح يلزمهم يعملون بلايس ننصبوا فيها، وقال لي يدبون نخدم قبل ما يجوا يفكونا. اعطونا بلاصة كاو بلايس اعطوها، مشوا اعطوها لعباد اخرى، اعطوها لبس عليهم، جعلت عليها عباد فلوس واخذتها، جعل عليها 70 مليون بلايس في الخربة في في في, في باب الزيرة وهكا مخذي حتى نصاب لهنا. ما هو كمنظر ما هوش منظر حتى تعرف راه، وياسر فوضى بالنسبة لك. يعني نحكي لك انا نصاب راه، اما مثلا زاد اسمعني زاد مثلا فما نصاب قدم يعني من حقهم زاد. الحوايط هذوما يدفعوا في كرا، يدفعوا في ضرائب، يدفعوا في احنا ماذا بينا الدولة تراعينا
تخليناش متهمشين كي ونخلص وحنا نخلصوا الدولة. لكن الأصوات المنددة بالانتصاب العشوائي ما تلقاش صدى عند البياعة المتشبثين بحقهم في الانتصاب وعدم مغادرة الأنهج الرئيسية للعاصمة، طالما أنه بضاعتهم واللي تكون في أغلب الأوقات مجهولة المصدر تلقى رواج وتغري حتى اللي ينتقدوا هالظاهرة. ماذا بينا يعملوا لهم بلاصة باش تعرفوا بلاصتهم وين؟ مش هكا صحيح منظر البلاد خايبة، هكا يعملوا لهم بلاصة نمشيو لهم، أما كي نداو متعدين نلقاو هكا باش نشريو، علاش ما نشريوش؟ نشريو. صحيح منظرهم خايف البلاد، ما السوم مناسب وعادش بيه، الناس الكل تقفوا في الفريب وعادش بيه. عليه هما زاد مزمرين، لعبوا بعض كارير، معناتها كارير، ما زو، معناتها باش يخلطوا، بالطلاب باش يخلطوا، باش يخدموا باش يخلطوا. الظروف الاجتماعية المتردية للنصابة والانعكاسات السلبية للتجارة الموازية على اقتصاد البلاد، هالعوامل وغيرها تدعو السلطات لضرورة التدخل لإيجاد حلول وسطية تحافظ على مصدر قوت النصابة لكن تحمي زاد الاقتصاد اللي يشكو من عجز كبير. إذن عندي نهارين من مشيت للمكان هذاك وتفاجأت بالنصب متاع الفريب في كل مكان، معناها نزيدوا مديدة أخرى نوليو ما عادش نجمو نتعديو من صب نتاع الفريب. سيدة روضة، الفريب هو جزء من حياة التوانسة، معناتها على خاطر الطبقات المتوسطة واللي أقل من المتوسطة، معناتها يظهر لي نعرفوا كل إذا كان مش من الفريب ما نجموش مسألة الباس، معناتها كيفاش نقول يقيموا بها، معناتها اي لكن الفريب في الشوارع، في شوارع العاصمه اي يعني مش في الاماكن المخصصه دونك هو حاجه بالنسبه للتوانسه، ولكن هذايا غير عادي، معناتها انه باش يصبح الفريب يغطي شوارع العاصمه ما عادش ثم شوارع، معناتها يعني قبل كنا نحكيو على السلع هذيك اليوم اللي تزيد معاها لا تو مظاهر غير عاديه، هذه غير مظاهر غير عاديه ولا بد معناتها من معالجتها ولا بد من الفضاءات الخاصه هذه اللي تمكن الناس اللي يشتغلوا بالمساله الفريب من انهم ينتصبوا في الفضاءات هذه اللي تتنقلها. نحكيو على الانتصاب الفوضوي بشكل عام، توا يظهر لي الفريب هو اللي خذا المظهر الاكبر في الوقت هذايا، معناتها في برشا شوارع في العاصمه، معناتها نهجم عبد الناصر الباساج تقريبا في كل بلاصه تقصدها تلقى معناتها الفريب منتصب. هذا يلزموا كما قلت ان تخصلهم الناس هذه معناتها اماكن خاصه بهم تمشي لها كيما كنا، معنا ثم برشا بلايص معروفه بالفريب ومخصصه، وثم المشكل زاده بطبيعه الحال نتاع البطاله اللي هو مشكل هيكلي في البلاد، هذايا من احد المظاهر نتاعو، باقيه ما يبررش انه وجه العاصمه والمدينه يتقلب بالشكل هذايا ويلزم نعتم وجود حل معناتها بصفه جذري. نعم سي وليد، المشكلة الانتصاب الفوضوي هذه مستعصية على الدولة توا منذ سنوات حتى من قبل الثورة. ونتذكروا أنه معناها الانتصاب الفوضوي هو اللي كان شرارة اندلاع الثورة في البلاد. التصور اللي كنا نراو فيها هي معناها تصويرة ولا تترجم وهن وضعف الدولة. اليوم الدولة أصبحت غير قادرة على فرض أي سيطرة واحترام القانون. صحيح أنه هناك مشكلة نتاع بطالة، هناك هذايا مشكلة الفريب ومشكلة الانتصاب هذايا، الدولة ما لقاتلوش حل، لقاتلو حل مؤقت. اليوم مش قاعدين يعملوا، معناها اليوم الشرطة البلدية تشد من بعد العاب تسيب، هما يجيو للناس الأخرى تهرب، اليوم فما مشكل هيكلي يلزم اليوم الدولة تقف عليه بكل جدية وبكل صرامة، لأنه اليوم ما نجموش فما تو خاصة وإحنا مقبلين على فصل الصيف وتعرفوا السياح، وهذه ماهيش مناظر تشرف البلاد ولا تشرفنا نحن. نعم نرجي. نعم الانتصاب الفوضوي هو المواضيع القديمة الجديدة، وربما الإشكال الكبير أنه وصل إلى وسط العاصمة، يعني الوجه الحقيقي للعاصمة. نشوفوه في الباساج، في شارع باريس، في نهج الحميسان، في نهج إسبانيا إلى غير ذلك، وفي الحقيقة مظاهر ربما تعطي صورة سلبية على ربما فيه جزء ما حكى عليه الأستاذ يتعلق بأنه الدولة لا تتدخل بما يكفي للقضاء على هذه المظاهر، لكن في نفس الوقت ما يلزمناش ننسوا انه كانت في حملات او الى حد اللحظه هذه هناك حملات لا هي ما زالت موجوده. نعم انا كنت حاضر على حمله لكن صيف ساعه وبعد رجعوا نصبوا يعني نسيت. هذه الحملات في الحقيقه هي حملات غير منتظمه مرتبطه بوقت معين في الوقت اللي المطلوب خاصه في وسط العاصمه هو ايجاد حل. هناك حل تقدمت به ولايه تونس قبل سنوات، اعتقد هو تركيز فضاء معين ويبدو انه اصحاب الصفوف هم الذين رفضوا ورفضوا
يحفظوا السوق هذا. الإشكال في هذه المسألة هو أنه في نفس الوقت هناك يعني مظاهر والانتصار فوضى وهو يمثل مصدر رزق للعديد من العائلات حبينا ولا كرهنا، لكن في نفس الوقت كيفاش نجموا نلقوا المعادلة بين أولا نحافظوا على صورة تونس جميلة على شوارعها جميلة وأيضا ما نحرموش هذوكم من موارد الرزق في الوقت اللي نعرفوا الإشكال متاع البطالة كما حكيت الرئيسة. نعم نمشي للجزء الأول من موضوعنا الرئيسي إضراب القضاء اللي تواصل يومين، نشوفوا تقرير زميلتنا سيرين بن قاسم ونشوفوا علاش الإضراب شنو ما الأسباب والمطالب. وضعية القضاة، وضعية القضاء والقضاء بصفة عامة، مواضيع شفناها سنين الأخرى تتصدر الأحداث اللي يتناولها الأعلام بمختلف وسائله، وين شفنا العائلة القضائية تسعى بمختلف الطرق لتحقيق جملة من مطالبها المتعلقة أساساً بفتح باب التفاوض فيما يتعلق بتردي الوضع القضائي العام والمطالب المتعلقة بالوضع المادي للقضاة. وأكدت جمعية القضاة على سوء ظروف العمل في المحاكم وضيق مبانيها وتآكل بنيتها التحتية على غرار النقص في الإطار القضائي بالنسبة للقضاء العدلي والإداري والمالي وفي إطار الكتابة والأعوان، ودعت الحكومة لتدارك الأوضاع اللي وصفتها بالمزرية وهذا من خلال تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة بتأمين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين وهما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لتسليط رقابة على العملية الانتخابية والقيام بمهامهم، خاصة وأنه الانتخابات البلدية على الأبواب. من جهتها حذرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من خطورة التمشي اللي ينتج وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه لاستعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على حقهم في التعبير. رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي وفي تصريح لها أكدت أن الحكومة وبالرغم من مرور 6 شهور على تشكيلها وبالرغم من المطالب المتكررة للجمعية فإنها ما قامتش باستقبال حتى هيكل قضائي أو مسؤول قضائي، الشيء اللي يتعارض مع مبدأ التشاركية ويمس من مكانة القضاء والقضاة. وحسب القرافي فإنه مسألة إعادة توزيع شرائح الدخل وتعديل نسب الضريبة آلة التقليص مرتبات القضاة من خلال تحميلهم عبء جبائي إضافي. الوضعية المزرية تم تفسيرها زادة بالنقص الفادح في مكاتب القضاة في أبسط تجهيزاتها مقابل تضخم أحجام الأعمال القضائية، الجانب افتقار دائرة المحاسبات المقر الرسمي، كلها وضعية ومطالب تفسر المعاناة اليومية والمأساة المتكررة للعائلة القضائية اللي نفذوا البارح واليوم إضراب عام حضوري في كامل محاكم الجمهورية احتجاجا على ما تعتبره جمعية القضاة تواصل لسياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة وسلطة الإشراف. ونذكروا أنه الإضراب هذا سبق إضراب آخر نهار 27 فيفري اللي فات أكدت فيه جمعية القضاة على التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لطلباتها. وفي تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي أنه نسبة نجاح الإضراب اللي نفذوا القضاة البارح واليوم هي 95%. ونبدأ منين وفات زميلتي سيرين بن قاسم، نسبة نجاح الإضراب بعد يومين 95% ما زالت؟ إيه هي معناتها نسبة انخراط شاملة لأنه القضاة اليوم يضربوا ساعة نأكد اضطرارا لأن احنا نشهد مسألة معناتها غريبة بعد الثورة، يعني احنا توجدنا توا في نظام ديمقراطي فيه تشاركية، القضاة عندهم هيكلهم اللي تمثلهم، عندهم جمعية قضاة التونسيين تمثلهم يعني بأصنافهم العدل والإداري والمالي، احنا جلسنا مع كل رؤساء الحكومات، جلسنا مع كل وزراء العدل، تحاورنا معهم فيما يخص المسائل المتعلقة بالتأسيس الدستور بما يتعلق بالقوانين الجديدة مع تنزيل مع الدستور هذا، تحدثنا معهم في المسائل العاجلة والمتأكدة يعني المحاكم والقضاة وكل الناس اللي تتعامل مع القضاء عندها احتياجات يومية لابد من تبليغها وإيجاد الحلول لها يعني. ولكن كما قلت لك في تمشي غريب، رئاسة الحكومة يعني ما استقبلتناش، ما استقبلت جمعية القضاة التونسيين رغم المطالب العادية والمتأكدة، وزير العدل قابلناه مرة واحدة وقدمنا له مطالب يعني احنا ما نمش احنا نخدموا معناتها مش عن طريق المطلبيه فقط،
نخدمه كهيكل زادة كقوة اقتراح. قدمنا له مطالب جدية تتعلق بحل بعض الإشكالات كما تصور في صندوق لجودة العدالة باش تتوضع خطة وطنية مستعجلة تنهض شوية بالمأساة اللي يعيشوها القضاة والمحامين والكتبة وكل من يتعامل مع المحاكم التونسية وقت اللي يقصدها فهمتني. ولكن ما شفنا كان التجاهل للمطالب هذه. حاجة أخرى معناتها اليوم مش جمعية قضاة بقتلة تستقبل يعني المسؤولين القضائيين الكبار ما يوقعش استقبالهم. اليوم القضاء الإداري والقضاء المالي تعطت لهم الرقابة على يعني الانتخابات البلدية وهذا مؤشر ثقة في القضاء احنا معناتها نرتاحوا له برشا. أما القضاء يلزم إمكانات في هذه المحكمة الإدارية ب 130 قاضي و 18000 قضية فهمتني باش تركز دوائر جهوية على الأقل معناتها يلزمها 60 انتداب على الأقل و 12 دائرة معناتها ما ثم حتى شيء معلوم على هذا وما حتى إمكانات تعطات. وسيد رئيس أول المحكمة الإدارية لا يستقبل معناتها في هذه وما يوقعش الحديث معاه حقيقة وضعية معناتها مثيرة للانشغال. دائرة المحاسبات يلزمها باش تراقب الحملات الانتخابية البلدية اللي هي ما عندها حتى علاقة بالانتخابات التشريعية. المعدل نتاع القوائم هو بين 8000 و 10000 يلزمها تبطل العمل نتاعها العادية الكل تقريرها الشهري والرقابة اللي تعمل فيها على المحاسبين العموميين وغيرها باش يمكن تنجم معناتها في شبه وضعية نتاع تعذر. مسألة الوضع المادي للقضاة راهو هو كان من المفروض أنه إشهاري القضاة باش نتكلم معناتها بلغة بسيطة تتحسن. علاش؟ لأنه هو في المعايير الاستقلالية القاضي تعطاله شهرية معقولة باش يبعد على ضغوطات وباش يبعد على الإغراءات ويكون مرتاح ومطمئن ويكون قوي معناتها في حقوق الناس فهمتني. ثم مسألة أخرى تتعلق بأنه المرتب والشهرية يلزم تتبع حجم العمل اللي تعطاه. اليوم القضاة أحجام العمل تضاعفت بكم مهول. الناس بعد الثورة عندها حاجة للعدالة تجي تطلب حقوقها في القضاء العدلي والإداري والمالي مش كيف قبل. وهذه معناتها قضايا إرهاب شيكة ومعقدة معناتها القضية تلقى فيها عشرات إذا كانوا مش مئات الموقوفين. قضايا مكافحة الفساد المالي، قضايا الرقابة على الانتخابات، قضايا تمويل الحملات الانتخابية، هذا كله كم هائل. على مستوى مرتبات القضاة ما تبعتش المرتبات بل أنها وقت اللي تتراجع سلم الضريبي اللي حدث أنه القضاة نقصت شهريهم. والحكومة وقت اللي عملت قانون المالية قالت وقت اللي عاودت هي التوزيع هذه العبء الضريبي قالت اللي هي يعني أعطت من عندها وقت اللي وقعت المراجعة الجبائية على أساس أنها الدولة معناتها تدخل معناتها مداخيل به وفي إطاق مسألة العدالة. ولكن هي تقول اللي أعطت من عندها باش نجمت نفعت بعض الشرائح فهمتني وخفت عليهم العبء الجبائي واحنا مرتاحين لهذا انا شرائح فهمت من المجتمع يخف عليها. ولكن هذا جاء بدون مبرر على حساب معناتها القضاة اللي هما كيف المواطنين معناتها التونسيين شهريهم ما عادش تتبع من قريب ولا من بعيد المؤشر الاسعار معناتها وغلاء المعيشه. فما تجاهل سيدة روضة من الحكومة من وزارة العدل لمختلف الحركات الاحتجاجية اللي قمت بها الفترة الماضية الكل. معناتها الغريب اللي احنا اليوم ولينا نحتجوا باش يوقع الاستماع لنا بعد ثورة معناتها تقوم على الديمقراطية والتشاركية احنا اليوم نخوضوا الإضرابات للاستماع معناتها إلى صوت القضاة اللي جانب منه يتعلق بالتونسي اللي يجي معناتها ويعاني في المحاكم التونسية يعاني حقيقة من الصفوف الطويلة من الجلسات معناتها اللي توفى آخر نهار من اللي كي يدخل ما يلقاش شكون يدلو وشكون يرجدو ينجم يجي باش يعمل معناتها طعن بالاستئناف باش ما يلقاش البيرو لازم يتوجه له حتى ما فماش اشي. اما المواطن زاد هذايا المواطن هذايا اللي تحكي عليه زاد اليوم والبارح تعطلت مصالحه بسبب اضراب القضاة هاو قلوب خاطر ما هو طالب الظروف المحاكمة العادلة معناتها الحكم اللي يزم يصدر له في عامين ولا ثلاثة يصدر في عشرات سنين خاطر عدد القضاة ناقص على خاطر عدد الكتبة ناقص على خاطر الحاجب الحجابة ما عادش ثمة معناتها جدابات هذه انقرضت معناتها بريسك الحجابة من المحاكم قضاة يهبطوا الملفات
للجلسات بيديه ويطلعوهم بيديه هما والسادة الكتبة. والوقت اللي باش ينادي القاضي على المواطنين يخرج ينادي لهم وحدهم. معاناة يعني حقيقة معاناة يومية. طيب بعد نهارين من الإضراب خلينا ايه؟ بعد اليوم الإضراب فما تجاوب من الحكومة فما تجاوب من وزارة العدل ولا لا؟ الغريب فما اتصالات بكم؟ الغريب في الأمر أنه ما إلى حد الآن ما ثم حتى اتصال معناتها في هذايا في نعم سي وليد الإضراب هذايا علاش ما دعاتلوش نقابة القضاة؟ مش نقابة قضاة كهوسة اتحاد قضاة إداريين ونقابة القضاة واتحاد قضاة محكمة المحاسبات احنا عندنا تنسيقية تبقى سادة نحطوا الأمور في إطارها قبل كل شيء. نشاطر زميلتي مدام روضة على الظروف المجرية متاع المحاكم متاع ظروف العمل ونقص متاع الرواتب متاع القضاة التي لم تعد تلبي الحاجات متاعها هذا ثابت. تبقى نختلف معها في الشكل نتفق معها في المضمون وشوي في المضمون لكن نختلف معها في الشكل. احنا رجال قانون ونخدموا بالقانون. الفصل 36 من الدستور يقول أنه الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون. يعني حق الإضراب هو جزء من الحق النقابي ويمارس من طرف النقابات دون غيرها وهو حكر على النقابات. يعني الهيكل التي تخضع إلى قانون الجمعيات بالقانون ليس لها أن تدعو إلى إضراب. اثنين هناك اجراءات نتاع اضراب ايديلي دو بريافي اتسيتيرا والناس الكل تعرفها هذايا معناها مشكله قانونيه مطروحه. وهذا قبل كانوا قبل كان جمعيه القضاة في الوقت السابق يعني كان الهيكل الوحيد في النظام السابق ودايور تبدل وقتها النظام الاساسي واضيف في النظام الاساسي وقتها في القانون الاساسي نتاع الجمعيه الدفاع عن المصالح الماديه باعتبار انه النظام السابق له الحق أن لا يتفاوض مع الجمعية لأنها جمعية مش نقابة. هذا هو شويد إذا كانت نقابة دونك هذا ساعة الشكل القانوني. اليوم فما دي بريوريتي فما أولويات. اليوم عندنا أزمة احنا نعتبره أنها أكبر وأعمق من المسائل اللي كنا نتحدث فيها اللي هي أزمة المجلس الأعلى للقضاء إذا كانت نحكي عليها بعد شوي. احنا اليوم ظروف العمل كبير معناها عسيرة وعسيرة جدا سواء في القضاء الإداري ولا في القضاء المالي ولا في القضاء العدلي. ظروف المحاكم وكنتوا تشوفوا في التصاور تعبر على نفسها. فيما يخص القضاء الإداري وزميلتي تحدثت على معناها انتخابات البلدية الجاية خلافا اللي قالته معناها مدام روضة غدو فما مجلس وزاري مضيق بخصوص مع سيد رئيس الحكومة بخصوص إحداث الدوائر الجهوية تحديد عدد متاعها الانتدابات كل هذا. يعني فما رياكتيفيتي مع الحكومة في الموضوع هذا. اون فوا نتعداو الأزمة نتاع المجلس الأعلى بطبيعة الحال كنقابات وكتنسيقية النقابات باش ندخل الباب نتاع الحكومة بخصوص حق التفاوض اللي هو حق مكفول إلا للنقابات أول شيء. اثنين حكاية تحسين ظروف العمل لأنه اليوم القضاء واستقلال القضاء ماهوش عبارات فضفاضة. استقلال القضاء نجم معناها ماهوش ربما المجال ما يسمحش لكن أول شيء ظروف العمل وتحسين الظروف المادية نتاع القاضي وظروف العمل نتاعو هو وتحسين يعني إدارة المحاكم وكل هذا. يعني كلامك نفهم من كلامك معناتها إذا كان وصلت لي الفكرة وأنكم ماكمش موافقين برشا هكا على الإضراب أو نسبة المشاركة فيه 95%. لا نسبة المشاركة بالنسبة لي أنا وحسب معناها لي سورس كوجي اللي عندي انا 36% نسبه الاضراب تاع القضاء الجالس و 6% بنسبه معناها اضراب القضاء الواقف. يعني هذيا بسورس اوفيسيال. يعني احنا ماناش باش نقلوا من اهميه الظروف اللي تعداو بها القضاة. لكن الوضعيه اللي حكيت عليها السيده روضه تعيشوها القضاة الكل يظهر نعيشوها الناس الكل. تبقى ما نهولوش ساعه في نسبه الاضراب اتسيتيرا كانوا الناس الكل اضربت فما جلسات تعدات فما قضاة من الجمعيه تعداوا وهبطوا جلسات اتسيتيرا. يعني ما نحاولوش نهولوا. اليوم عنا ازمه اللي هي اعمق في نظرنا نحن اللي هي ازمه المجلس الاعلى للقضاء اللي هو ضامن لحسن سير القضاء واستقلاله. من بعد تجي حكايه الظروف الماديه لانه الكل تابع بعضه باش نجموا نحسنوا الظروف الماديه
نبدا ساعة بالمجلس لانه هو اللي عن طريقه هو باش نحسنوا الظروف العمليه. نحكيوا على الازمه هذه نور الدين. يعني واضح انه على الاقل من خلال اللي كنت نسمع فيه انه هناك نوع من التباين في تحديد الاولويات، يعني هناك اتفاق تقريبا بين النقابه وبين الجمعيه بين اتحاد القوات الاداريين حول انه هناك ظروف صعبه حقيقيه يعيشوها القضاة. طبعا من حق القضاة في نهايه الامر انهم يامنوا ما يسمى بالامن المالي، هذا ظهري جاء في بيان من بيانات كم الامن المالي حتى ظروف العمل نعم المريحه للقضاة، وطبعا هذا باش يحمي استقلاليته، يعني حتى احنا اليوم في الصحفيين بقدر ما تنجم تحمي استقلاليتك وتحمي نفسك من اي اختراق الا لما تكون ماديا، يعني على الاقل ماكش في حاجه باش لاي جهه اخرى، وهذا مهم جدا. لكن ما لاحظوه تو على الاقل من خلال زوز انه هناك نوع من التباين في تحديد الأولويات. الأستاذ توا يحكي على أساس اللي كون أولوية الأساسية هي أزمة مجلس القضاء باعتبارها مسألة رئيسية. ثم تجي بقية المطالب الأخرى. الأستاذة كانت تحكي ونحس أنه هناك نوع من التزامن بين زوز ملفات، بين المطلب بتاع الأوضاع المادية وأوضاع المحاكم وبين أزمة القضاء، رغم أنه حسب ما قريت أنه المسألة مطروحة من 2015، ظهر 2015 هناك تقرير كامل قدم لوزير العدل حول المسألة هذه، مسألة يعني الأجور ومسألة يعني حتى المقترحات اللي تقدمت وربما ثماش رد. الاشكال انه ما نجمش اليوم حتى واحد فينا يحكي باسم رئاسه الحكومه ولا يحكي باسم وزاره العدل، علاش رئاسه الحكومه لم تستقبل يعني الهياكل النقابيه جمعيه القضاة ولا غيرها، علاش وزاره العدل ما استقبلتش هذا، ربما انه رئاسه الحكومه فقط او وزاره العدل جاوب عليه. لكن هاو الاساس في العمليه، بقدر ما هو مهم تحسين وضع القضاة وبقدر ما هو مهم تحسين ايضا مناخ العمل للقضاة، هناك ايضا مساله اساسيه هو انه رؤيه المواطن للقاضي. اليوم المواطن عنده ثقه كبيره برشا، ما نقول عنده على الاقل رؤيه للقاضي هو انه هذاك اللي باش يحمي له حقوقه. لما نلاحظوا حاله التباين ولما نلاحظوا حاله التجاذب ولما نلاحظوا ايضا خاصه تباين كبيره برشا، ربما المساله تهتز الى حد ما. كيفاش اليوم يمكن للقضاة هذا الجسم يعني اللي هو عنده استقلاليه، اللي هو يعتبر سلطه وحده، كيف يمكن تبقى الصوره هذه لدى المواطن اللي نجم يوقف قدامك نهار من نهارات انك انت باش ترجع له حقه؟ ولو أنه نور الدين بعد الثورة يظن فماش سلك، ما فيش اختلاف بين بعضه. تفضل. هو حقيقة المؤسف جدا معناتها الكلام اللي كنت نسمع فيه من سي وليد. جمعية قضاة التونسيين هي الهيكل التمثيلي الأولاني، وتاريخيا هي اللي فاوضت على الوضع المادي للقضاة وفاوضت فيه. أنا كنت يمكن كي نسمعوا من السلطة ومن الحكومة فهمتني بوتيتر نقول اي السلطه فهمت وقت اللي تحب تسكر الباب نجم تقول كلام من نوع هذا، ولكن وقت اللي نسمعوا معناتها من هيكل فهمتني حقيقه معناتها نستغربوا. وكما قلت لك جمعيه قضاه التونسيين بقانونها الاساسي تدافع على المصالح الماديه والمعنويه للقضاة، وهي كما قلت لك تاريخيا وفي الحاضر فاوضت على هذا وجلست مع رؤساء الحكومات وقدمت لهم مشاريع متكاملة في النهوض فهمتني كقوة مقترحة بالوضع المادي للقضاة. ثم احنا اذا كان باش نتحدثوا على التمثيلية ماذا بينا نتحدثوا على تمثيلية قاعدية معناتها صحيحة لهياكل عندها مجالس وطنية وعندها يعني عدد متاع منخرطين وعندها يعني جلسات العامة وعندها هذايا من غير معناتها ادعاء فهمتني. أغلب الهيكل اللي تدعي تمثيلية القضاة ما عندهاش العمق الهيكلي هذايا كما قلت لك، والرأي العام يتبع جمعية قضاة التونسيين ويتبع مجالسها الوطنية اللي ما ثم حتى هيكل آخر عنده المجالس الوطنية والامتداد والعمق التمثيلي هذايا، ويتبع معناتها مؤتمراتها ونتائج يعني مؤتمراتها من 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 حيث الصندوق، معناتها مش المسألة تتعلق بمجموعة قضاة عندهم يعني أقلية من في مجموعة عندها الطابع ويعني وتدعي تمثيليه القضاة. رغم اللي انه كان من المفروض في مساله من النوع هذايا يعني ثم حس نقابي فهمتني انه هذايا ما فيهش اختلاف مساله الوضع المادي المزري اللي يشهدوا عليه غير القضاة مش القضاة فقط، يعني حتى الاعلاميين كي يجيو يصوروا فهمتني يشهدوا على هذا وانه تحرك من النوع هذايا هو ضروري فهمتني كما قلنا به باش وعلى كل حال إذا كان المجلس الوزاري انعقد بالنسبة للمحكمة الإدارية بفضل جمعية القضاة التونسيين
اللي بدات تتحرك. ثم بالنسبه للي بريافي ولا احنا هيك المسؤول، احنا في جلسه عامه قررت الاضراب نهار 27 فيفري، يعني كان وقت كافي بالنسبه للسلطه باش تتحرك وتفتح يعني هذا الباب للحوار. ثم بعد الاضراب هذاك ترقبنا يعني اسبوع، ولكن كيف كيف السلطه ما جاوبتش في هذا بعد الاضراب البارح واليوم، شنو هو الخطوات القادمه؟ خليني نزيد مساله التوقيت. هي مشكله المجلس الساعه المستجد اللي جد واللي هو معناتها هام جدا، هو انه وضعيه القضاه تدهورت، وهذه مساله مهمه فهمتني. با في السنوات السابقه كانت على الاقل هكا الزياده العامه، ولكن هذه نعتبروها حاجه خطيره احنا وقت اللي القضاة اليوم مرتباتهم يعني تنقص وما يوقعش التحرك، وقتها ما عادش نسميه نفسنا احنا هيكل تمثيلي، لانه هذه مسؤوليه الهيكل اللي يكون حقيقه هيكل منتخب فهمتني ينطق باسم القضاة. التزامن احنا مجلس انعقاد الساعه اولا اللي قبل مساله الوضع الغريب اليوم هو ان جزء من التحرك نتاعنا اساسه انه الباب مسكر على القضاة. اليوم القضاة ما عادش ممكن لهم ان يتفاوضوا مع السلطه اللي من واجبها، يعني مش مزيه اليوم من الحكومه ولا من وزير العدل وقت اللي ينادي للقضاة قبل مساله هذه اولويه الاولويات، يعني القاضي والهيكل اللي غير على موقع القضاء فهمتني، مش حتى كهيكل كمسؤولين كبار معناتها في القضاء ما ينجمش يقول هذه ماهيش اولويه. احنا ما نسميوش هيكل اذا كانت تتجاهلنا السلطه وقت نبعثوا باش نقابلوها على مسائل حيويه كيما استقلاليه القضاء وكيما قانون المسألة القضاء وظروف العمل بالمحاكم ونقعدوا معناتها نستناو، واذا كان ما تفضتش مشكله المجلس الاعلى للقضاء معناتها نقعدوا مغيبين مهمشين. اليوم في المشهد الرسمي يعني في الاخبار بتاع 8 اللي هي معناتها اهم اخبار لي جي تي اللي موجودين فما حتى مسؤول قضائي. هذه هذا 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 مثير للانشغال، تعدى معناتها قطاعات الاخرى تستقبل هذه، هذا لا يعتبر اولويه على خاطر احنا الناظر ما فما خليني الوضع ما فما حتى أجل المجلس قضائي استقبلته الحكومه تحكي كيفاش؟ تحكي ما فما حتى مسؤول قضائي استقبلته. نعم 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 فهمتني، يعني ابسط القطاعات ليه تم استقبالها وفرض مشاكلها. ثم راهو احنا كيفاش نقول اذا كان ثم مشكل مساله القضاء اليوم ما نجموش نتوقفوا على الاجندا بوليتيك اللي فرضها المسألة القضاء عام وعامين وثلاثه، يعني توقف مسائل المطالب المتاكده اللي ما طرحناهاش لاول مره، اما المستجد اللي جد فيها انهم القضاة ما عادش يوقع سامحهم بتاتا في الموضوع هذا. بما انه ما فماش حتى التجاوب، هاوش نجيك سيولي، بما انه ما فماش حتى التجاوب بعد يومين من الاضراب، شنو هو الخطوات القادمه اللي ربما تفكر فيهم جمعيه القضاة؟ هذا يكون بعد تقييم الساعه بربي، باش نحب ناكد على مساله في مساله النسب. انا نحب نسال سي وليد شنو هي الجهات شبه الرسميه؟ احنا هو توا قاضي معناتها اداري يمثل اتحاد القضاة الاداريين على مستوى القضاء العدلي، اللي احنا جمعيه القضاة جمعيه مهيكله، عندنا ممثلين محاكم من الشمال للجنوب فهمتني، نرصدوا النسب هذه، يعطينا هو المصدر الرسمي. وزاره العدل ما تكلمتش الا اذا كان ينطق هو باسم وزاره العدل. وزاره العدل ما تنجمش تقول هذه مصادرك سي وليد، سامحني خاطر المساله هذه راهي ثابته بدفاتر المحاكم فهمتني، جلسه انتصبت ولا الا ما انتصبتش. اذا كان هو باش ينطق باسم وزاره العدل يقول لنا اللي هو ينطق باسم وزاره العدل. تفضل سي وليد. لا انا مش بعطيك مصادي مدام راضي، تبقى انا نحب لا كي تتكلم في مساله خطيره من النوع هذايا نتاع تكذيب يزمك تعطي مصادر. كي قلت انت حشاك ما كذبتكش رسمي يزمك لا. انت عطيت نسبه وانا عطيت نسبه ما كذبتكش. تفضل. شوف انا تعقيب صغير خاطر انا كيف نتكلم هكايا ما قزمتش من جمعيه القضاة، واحنا ماناش لهنا باش نقزموا في بعضنا، واحنا لا ولا طابع ولا كذا. انت تتحدث عن المجلس الوطني، احنا نعرف المجالس الوطنيه نتاع الجمعيه يحضروا فيها 25 و30 يعني ماناش هذايا. احنا قلنا اليوم احنا الاعلام يحضر لنا سامحني مدام لا ما تقصش علي عايشه تفضل ما يسالش نسمع بعض. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه المساله هامه وهامه جدا، الظروف مزريه هذه متفقين فيه. انا جو بلاس لو ديبا على مستوى القانون. اليوم الدوله كيف تجي تقول انا ما تفاوضتش مع الجمعيه موقفها قانوني،
كيف تقول ما تفوضش مع النقابة موقفها غير قانوني. هذا الكلام اللي قلته، وهذا كلام مستمد من الدستور. لا سبيت لا جمعية ولا قلت ما عند ما قلنا ما عندهاش الحق تدعو إلى إضراب، لأن الإضراب مكفول إلا للنقابات. والهنا أنا رجل قانون متحدث قبل القانون. معناها البوبوليزم الزايد أنا مانيش بدخل فيه. الجمعية صحيح أنه قبل كانت هي الهيكل الوحيد وكان هذاك الباب الوحيد، وكانت قبل السلطة وقت اللي تحب يساعدها تتفاوض مع الجمعية، وقت اللي ما ساعدهاش سكر عليها الباب. اليوم هناك النقابات وهناك تنسيقية بتاع ثلاثة نقابات، من حقها وليس للدولة لها أن ترفض أنها تتفاوض معهم. قلنا هذه المسألة باش تجي حتميا باش تجي في القريب العاشر، نواصلوا الساعة نكملوا حكاية أزمة المجلس الأعلى للقضاء، ثم سنطرق باب التفاوض مع الحكومة التي ليس لها أن ترفض باب التفاوض. هذا واحد. اثنين، احنا اليوم نحبوا نروحنا سلطة، سلطة على غرار السلطة التنفيذية وعلى غرار السلطة التشريعية. والمواطن العادي والبسيط يسأل سؤال بسيط، يقول هل أنه من حق سلطة تضرب؟ هذا راهو الإضراب بتاع القضاة مش حاجة سهلة. كاين وزير أضرب ولا كاين نائب في مجلس النواب أضرب. التفاوض يجب أن يكون مدروس، الساعة يجب إعداد دراسة قانون، دراسة يعني كبيرة وكبيرة جدا بخصوص هذه حكاية، خاصة حكاية الأجور وسلم الأجور المستقل تبقى المعايير استقلال القضاء، ماهيش كلام هكاك زيني في شهري، يعني في خدمة، ولكن احنا باش ندخلوا له في الوقت المناسب وقت اللي تحدوا النقابات الثلاثة في الوقت المناسب. باهي، تنسقية النقابات علاش ما أصدرتش بيان وأكدت فيه رفضها الصريح للإضراب هذاك؟ إن احنا النقابات إذا كان أنتم تعارضوه. احنا شوف علاش ما كانش فما بيان صريح لهذا؟ احنا شوف احنا مانيش احنا كيما قلت لك احنا عندنا أولويات، نعرف وقتاش خرجوا بيانات نتاعنا وقتاش ما خرجوش. احنا الساعة ما طلبناش من رئيس الحكومة باش نقابلوه في الموضوع هذا. احنا قلنا ساعة نكملوا مشكلة المجلس الأعلى، ثم باش نسلسلوا مع بعضنا، باش عندنا طلب مقابلة كاتحاد قضاة الإداريين سواء للسيد رئيس الحكومة أو للسيد رئيس الجمهورية بخصوص تنظيم الانتخابات الجهوية والبلدية اللي هي جاية توا واللي احنا مازال ماناش حاضرين لها. هذا واحد. عندنا شانتي آخر هذا بتاع الظروف المادية والزيادات اتسيتيرا كيف كيف. يعني عندنا معناها طريقة نتاع عمل نخدموا بها، نعرف وقتاش نخرجوا البيانات نتاعنا وقتاش ما نخرجوش. دونك اليوم الإضراب مزيد كان يعقد الوضعية المتقاضي. اليوم فما احنا خاصة في المحكمة الإدارية راهو مشكل القضاء العدلي، تو القضاء العدلي موجود في كامل الجهات. اليوم احنا عندنا محكمة إدارية وحيدة في تونس العاصمة. يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يجيوا لتونس. كيف يجي من قبلي ويجي من مدنين على اساس عنده جلسه واحده، خاطر احنا جلسه في كل قضيه جلسه مرافعه واحده، قولوا لي انا مضرب برا عاود امشي روح وارجع لي نهارين اخرين. يعني مش يعني المساله اذا ما تكون مدروسه ونحترموا فيها المواطن. هذا هو التعقيب بسيط برك. هذا بعد نورتي التعقيب بسيط برك بكلام سي وليد، قال المجلس الوزاري باش ينعقد على مساله الامكانيات لازم تعتبر المحكمه الاداريه. نقولوا لولا ان جمعيه القضاة التونسيين اللي يقولوا احنا نستناو المجلس بالمنطقه هذيا، معناتها اذا كان ما تحركناش راهي المساله نتاع المتاكده بالنسبه للمحكمه الاداريه ومديريه المحاسبات لا تطرق، فهمتني؟ دوك بالمنطق هذا انه لولا تحرك جمعيه قضاه التونسيين وقرار الهيكل، فهمتني كيفاش، اللي تستنى وترتب الاولويات، راهو ما تحركش المجلس الوزاري، وراهو معناتها المحكمه الاداريه وديريه المحاسبات توا حقيقه انه بدون مبالغه داخل عليهم غوله. احنا كي نقولوا الانتداب بالنسبه للمحكمه الاداريه يلزم على الاقل 6 أشهر يوقع انتداب قضاة جدد، وقتاش باش تكونهم؟ اوروزمون جمعية قضاة التونسيين تحركت، وجمعية قضاة التونسيين يعني تحركت بالوقت اللي خلى المحكمة الإدارية باش تضاع معناتها الملف نتاعها ودائرة المحاسبات في مسألة انتخابية تتعلق بحق المواطن التونسي راهو في نزاهة الانتخابات. تقعدوا تعاقبوا على بعض. تعقيب صغير، تعقيب صغير الدين حتى نختم الجزء الأول هذا. تعقيب صغير فقط. على خاطر المحكومة ما كانش مطروح عليها هذا تماما. شوف خلاف اللي كانت تقول فيه مدام راوض، حتى كما تحركتش جمعية قضاة التونسيين ما عادش تحركت، ما تحركتش، ما هي قالت تحركت، أما حتى كما تحركتش راهو سي شفيق صرصار أنا اتصلت به وقال راهو في نوفمبر الانتخابات. لو كونتونسيو الكتورال النزاع الانتخابي فيه عدة مراحل، نزاع الترشحات اللي باش ينظروا فيه الدوائر في الجهات يكون في أوت، وإحنا اليوم في مارس. يعني الدولة لو كانت تحب تنظم الانتخابات يلزمها تبدا ساعة أولا حالا
تاخذ اوامر نتاع احداث دوائر وتحدد الدوائر وتعمل كونكور. يعني حتى كتحضر ما تحركتش الجمعيه، يعني يظهر لي فما يظهر لي انسونس دو ليتا ماناش قاعدين نلعبوا، يعني ايشيونس جايه ايميديات. نور الدين حتى نختموا الجزء الاول. الدوله ما تحركتش وسي وليد يقول راهو فما انسونس دو ليتا. حتى نختموا الجزء الاول هذايا باش نمروا للمجلس الاعلى للقضاء. نور الدين المساله فيها برشا دوله اليوم باش يجاوب على الحكومه اللي هي ماهيش قائمه بصلاحياتها ووزاره العدل. نعم المساله فيها برشا تفاصيل اعتقد انه تتعلق بالمهني، لكن فقط أستاذة هو أنه اليوم إحنا في مرحلة تاع تعددية على الأقل نفهم تعددية التمثيل. فترة معينة كانت الجمعية فقط. نعم ونعرف جيدا الدور اللي قامت به الجمعية والانقلاب على سنة 2005 وأيضا حتى العديد من رموز الجمعية، لكن اليوم في كل القطاعات تقريبا دخلنا إلى مرحلة تعددية، ما عادش ينجم جهة معينة تقول أنا فقط من أمثل. بمعنى أنه هناك تعدد في التمثيل، الجمعية ربما عندها قاعدة يعني تمثيلية أكثر من بقية الواحد، هذا حق من حقوقها، لكن هذا أيضا ما يمنعش أو ما يدفعش أنه الأطراف الأخرى ما عندهاش الحق أنه أيضا تتحدث على الأقل باسم منظورها. الأطراف الأخرى اللي تلغي في وجود جمعية اليوم احنا أنا أقل الجمعية ما عندهاش الحق تتفاوض من خلال ما رغم تمثيليتها العريضة. نعم القانون ما عندهاش حق على الأقل مثلا القانون، هذه فقط على الأقل مثلا القانون أنا نحكي هو أيضا صحيح أنه دستوريين وأنه حق الإضراب من المفروض أنه هو حق تمارسه النقابات، لكن في مرحلة معينة أيضا الجمعيات التي تدافع نأخذ من تجربتنا احنا في جمعية الصحفيين التونسيين قبل تشكيل نقابة الصحفيين، الجمعية كانت أيضا تتفاوض باسم الصحفيين، كانت تعلن أيضا حركات احتجاجية باسم الصحفيين قبل تأسيس النقابة. معناتها ما هيش اشكال هذه في انه إيه الجمعيه جات النقابه تو تو هذا هذا انا ممكن نحطه تحت عنوان تعدد التمثيل التمثيلي، لكن هو الاساس في اعتقادي انه مهم جدا هو انه ايجاد اي تواصل مع الجهات المسؤوله. لا يمكن لجمعيه القضاة ان تتحرك من غير اتصال بالوزاره العدل او رئيس الحكومه. ايضا بالنسبه للجهات الاخرى واعتقد انه المساله ترجع في نهايه الامر ممكن هذا باش نجوهم بعد زينه في مساله ازمه مجلس القضاء هو انه وجهه نظر التي تقول أن التوافق داخل القضاة هو شرط أساسي لإيجاد الحلول. نفس وضعية في مسألة التمثيلية هذه أعتقد أن المسألة ترجع إلى كيفاش تنسق مختلف هذه الهياكل مع بعض. خلينا نقول فقط أن الهدف من الإضراب هذايا هو وضعية القضاة وهذا متفق عليه كل الأطراف. كان يقتضي من الحكومة وقت اللي في قانون الانتخاب يتقدموا المسائل هذه راهي أدرجت فهمتني في قانون في القانون الانتخابي فهمتني اللي هم يشهد فيه المسألة المتعلقة بالمحكمة الإدارية هذا هو لسونس دو ليتا مش بعد ما نعمل القانون فهمتني لما تتحرك جمعية قضاة التونسيين بالبيانات فهمتني وبالإضرابات باش تعقد اليوم الأسرة القضائية وعندها قرابة الأربع شهور أمام أزمة كبيرة خلقها تركيز المجلس الأعلى للقضاء معناها هذايا هو المشكل الاساسي وهذايا اللي ماذا بينا وكان نخصوا له الوقت الاكبر. ولكن قبل هذايا خليني نمرر فقره ارقام الاسبوع مجموعه من الارقام اخترتها لكم بودي وانكم تعلقوا عليها. دائما نختار الارقام اللي تظهر اكثر خلال هذا الاسبوع. بالنسبه للارقام اليوم اخترنا لكم الرقم الاول 5616 هو عدد الملفات اللي تلقاتها هيئة الحقيقة والكرامة في التحكيم والمصالحة، منها 2700 ملف يتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. الرقم الثاني 1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين تونس وتركيا حسب السفير التركي عمر فاروق، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس. الرقم الثالث 2000 هو عدد مراكز الصحة الأساسية في البلاد، ولكن 50% منها لا تعمل إلا مرة واحدة في الأسبوع حسب وزيرة الصحة سميرة مرعي، وسبب افتقارها للتجهيزات والأطباء. الرقم الموالي 200 مليون دينار هو المبلغ الذي تم رصده لتجاوز انقطاع الماء الصالح للشراب في صائفة 2017 حسب وزير الفلاحة سمير الطيب، اللي أكد أن تونس ما زالت تجابه نقص في تعبئة الموارد المائية بالسدود، فالإيرادات انخفضت بها بين 2016 و2017 من 1426 مليون متر مكعب
إلى 700 مليون متر مكعب. والرقم الأخير 1000 مليون دينار قيمة الديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، حسب مدير عام الشركة المنصف الهرابي اللي أكد ضرورة تضافر الجهود لاسترجاع الديون اللي أثقلت كاهل الشركة حتى وإن تطلب الأمر قطع الكهرباء. سيدة رضا، شنو الرقم اللي ربما أجلب انتباهك وتحب تعلق عليه؟ جلب انتباهي بطبيعة الحال الملفات فساد. الفساد وهل المعضلة هذية بتاع الفساد، وهنا نحب نأكد يعني سواء بالنسبة لممارسات الفساد في النظام الدكتور السابق وإلا الآن وحاليا، واللي ثم إقرار سياسي بأنه معناتها راهو مستشري معناتها في كل مفاصل الدولة، اللي نحب نأكد عليه أنه من الجهة القضائية القضاء هو جدار الصد الأخير ضد الفساد، لو ديغني غومبار. القضاء يلزم تتعطاله الإمكانات، لأنه القضاء راهو معدوم الإمكانات فيما يتعلق بمكافحة الفساد. القطب القضائي الاقتصادي والمالي راهو مازال القانون يعني محطوط حبر على ورق، مازال ما تركزش، مازال معناتها ما القضاة ما توضعتش على ذمتهم الإمكانات، إمكانات معناتها الخبرة، من إمكانات الضابطة العدلية اللي معناتها يلزمها تكون معناتها موجودة على ذمتهم. ولذلك فإنه راهو هالتوازن اللي باش يعملوا القضاء من جهته هو في مكافحة الفساد من كيفاش نقول ما نجمش نوصلوا فيه في نتائج والقضاء مازال بهذا الضعف. نعم. فهمتني؟ نعم. للقيام بدوره. سي وليد، شنو الرقم اللي تحب تعطيه؟ نفس الرقم تاع مدام روض ونشطرها في التعليق نتاعها. الملفات اللي وصلت لهيئة الحقيقة والكرامة. بطبيعة الحال وهيئة الحقيقة والكرامة معناها باش تحارب الفساد وباش تحاسب اتسيتيرا، لكن احنا نحبوا نحاسبوها على عدم تنفيذ الاحكام تاع القضاء الاداري باعتبار انها ما نفذت حتى حكم، دونك هي تحب تحاسب ومعناها وتمنع الفساد، لكن هي تنشر في الفساد من خلال عدم تنفيذ الاحكام. ونقطه ونرجع للستار. باهي، نذكر وانه غدوه فما الجمعه والسبت فما جلسات علنيه لهيئه الحقيقه والكرم. نرجي انا باش نحكي على الرقم الاخير المتعلق بالديون استاك وجاه يعني حرفاء نحو، هو الرقم يبدو مزيد لانه قبل اسبوعين ظهر لي كان في حدود 700 مليون. كان ذكري زينه قبل ايضا اربع اسابيع كنا حكينا على الديون نتاع الصناد وقلنا انه هذا ما هوش معقول. الرقم كما هذا ربما من حق استاك يعني ان يسترجع اموالها، لكن خلي تكون الصوره واضحه، جزء كبير جدا من تلك الديون في الحقيقه متخلده بذمه الوزارات، متخلده بذمه الشركات الكبرى. وفي نفس الوقت عملية القصان أو عملية استرجاع في الحقيقة نشوفوها تتوجه إلى مواطنين عاديين. نعم. اللي عنده فاتورة نتاعه 50 دينار والفاتورة 60 دينار. لا مش 50 قبل اللي حصرك كنت 50 دينار يعني على الأقل 3 ملايين. نعم، أعتقد أنه التوجه للاسترجاع من المفروض أنه يمشي للشركات الكبيرة، أيضا يمشي لهذه الوزارات لأنه الفلوس الكبيرة موجودة غير خير. نعم. ما يمشي المواطن العادي. نعم، كما قلت قبيلة أزمة كبيرة يعرفها السلك القضائي، أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. نشوف تقرير مع زميلتنا سيرين بن قاسم، مونتاج منال الأسود ونحكي. مازال مسار المجلس الأعلى للقضاء يشهد تعطيلات كبرى، حال دون سد الشغورات المتواجدة فيه وانعقاد أولى جلساته، أزمة متواصلة من أربع شهور، باعتبار أنه من المفروض يكون المجلس الأعلى للقضاء يخدم من نوفمبر اللي فات، يعني بعد بشهر من الإعلان النهائي على تركيبته وبدعوة من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. لكن رئيس الهيئة رفض الدعوة لأنه يرى هو ومجلس الهيئة أنه الدعوة مرتبطة بإمضاء رئاسة الحكومة على الترشحات المقدمة لها، وحمل عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل إرساء المجلس بامتناعه عن إمضاء قرارات الترشح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي. أزمة المجلس الأعلى للقضاء عمقت الخلافات بين أولاد الدار، جمعية القضاة ونقابة القضاة، بين اللي استغرب انعقاد اجتماع ثلثي أعضاء المجلس وبين اللي استحسن الاجتماع هذا. مساعي ومحادثات قام بها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتقريب وجهات النظر وتجاوز أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وانطلقت المبادرات كيما المبادرة الثلاثية اللي قدم بها ثلاثة قضاة معينين بالصفة وين قاموا بجمع 28 إمضاء.
وهي مبادرة لاقت معارضة عدد من أعضاء المجلس اللي اعتبروها غير قانونية. ونذكر زاد المبادرة اللي أعلن عليها رئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي واللي لقت دعم من جمعية القضاة. في المقابل اعتبرت نقابة القضاة أن المبادرة هذه تدعو للاستغراب من حيث الشكل ومن حيث الحلول المقترحة. وتدخل الحكومة كان بإعداد مبادرة تشريعية لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اللي لقات رفض من طرف جمعية القضاة، وين اعتبرتها تدخل للسلطة التشريعية والتنفيذية في القضاء. واعتبر النائب على الجبهة الشعبية المنجي الرحمي أن المبادرة هذه بمثابة الالتفاف على المسار وتنصل للسلطة التنفيذية من تحمل مسؤولياتها. وتنص المبادرة التشريعية اللي جت في 3 فصول على أنه في صورة وجود شغور في المجلس الأعلى للقضاء أو في أحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين في المجلس المعني يمارسوا مهامهم الحين سد شغور وانتخاب رئيس ونائب ليه. وقدم وزير العدل غازي جريبي خلال جلسة استماع ليه في لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب مبادرة تنص على أنه يوجه رئيس البرلمان محمد الناصر دعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء، وأكد أنه الدعوة هذه شكلية، وشدد على أنه رئيس مجلس النواب مش باش يترأس المجلس الأعلى للقضاء ومش باش يتدخل في إجراءات العمل متاعه. مبادرة لقات دعم رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، وأكد أنه دعوة رئيس البرلمان لانعقاد المجلس تأتي في إطار تكامل مؤسسات الدولة وصولة الثلاث. إذن سيدة روضة، القرا في مجموعة من المبادرات كما قلت قبيلة ما نجحتش في أنها تكسب تأييد الأسر القضائية ككل. العنوان ربما الأبرز لهذا الكل رفض تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. أي أكيد وقطعا باش نذكروا شوية اللي الأزمة هذه بدأت وقت اللي رئيس الحكومة رفض باش يمضي على أوامر بتاع تسمية بتاع عدد من القضاة اللي بهم تكمل تركيبة المجلس وتقع دعوة ليه دعوة مطابقة للقانون والدستور. بعد يعني ثم مجموعة من أعضاء المجلس حاولت فهمتني بعد أداء اليمين باش تركز المجلس هذايا في مخالفة لأحكام القانون والدستور والرفض التسمية هذايا كما قلت لك عطل تركيز المجلس. والحكومة قالت اللي هذايا خلاف بين أعضاء المجلس وأنا محايدة في الخلاف هذايا ونحب حل معناتها يخرج من القضاء احتراما لاستقلالية المجلس. في الوقت هذاك الأعضاء ثم عدد من أعضاء المجلس طعنوا في الإجراءات اللي تولتها مجموعة من أعضاء المجلس اللي هي مخالفة القانون الدستور صدرت فيها المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية قررت تأجيل التنفيذ اللي المحكمة الإدارية ما تعطي تأجيل التنفيذ كان كي تبدأ ثم اختر وثم مسائل متأكدة يعني وأشارت له المحكمة الإدارية في قراراتها قالت معناتها ثم خطر نتاع شبهة عدم الشرعية في الأعمال هذه وقفت التمشي هذه. وقتها الحكومة قالت أنا نستنى في الحل اللي باش ينبع من احنا جمعية القضاة دفعنا على التمشي اللي معناتها مطابق للقانون والدستور. مجلس يستناو فيه التوانسة باش يضمن استقلالية القضاء باش يحميهم في حقوقهم وحرياتهم ما نجمش يتركز معناتها بمخالفة للدستور والقانون. قالت الحكومة وزير العدل قال احنا محايدين في هذايا. فما 3 رؤساء تداو إليا مبادرة فهمتني رئيس الأول المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية وكيل رئيس الأول لدائرة المحاسبات اهتداوا باش يدعيوا معناتها إلى خطة معناتها طريق وحل لتركيز المجلس على القضاء. وهذايا كان بتأييد يعني من الحكومة قالت أنا نحب الحل فهمتني من داخل القضاء. سيد رئيس مجلس نواب الشعب زاد كذلك قال معناتها المفروض الخلاف هذايا يتفض معناتها داخل المسألة القضاء احترام لاستقلاليته. وانتهت المسألة هذه إلى حل معناتها توافقي أمضاوا عليه أكثر من 30 أعضاء المجلس على القضاء وتحال يعني للرؤساء 3 إلا أنها الحكومة أجت مرت المبادرة المبادرة اللي تنظر فيها لجنة التشريع العام حاليا. لجنة التشريع العام أولا الحكومة سياسيا عندها مسؤولية وقت اللي هي وضعت الأزمة هذه في إطار أنها تحب حل ينبثق
عن القضاء اليوم هي ملزمة بأنها تعمل بالحل هذا اللي انبثق على القضاء به. ثم من ناحية أخرى ما يسمى هذايا بالتصحيح التشريعي ولا المبادرة التشريعية هذايا مرفوض معناتها من جهتنا فهمتني، لأنه شروطه ماهيش متوفرة في بلادنا. التصحيح التشريعي هذايا وقت اللي يحدث يلزم تبدأ في الدولة ثم رقابة على الدستورية. علاش؟ على خاطر هو يجي باش كيما المحكمة الإدارية تكون معناتها هي متعهدة بقضايا تنظر على أساس قانون، وقت اللي الحكومة تشعر ولا تستشعر اللي المحكمة الإدارية مش باش تحكم لفائدتها في نزاع تولي المسألة سهلة، تمشي تعمل المبادرة التشريعية وتبدل القانون. هذاك علاش مادام هو يمس بالقضاء واختصاص القضاء في الدولة يلزم ثم رقابة على الدستورية في العملية هذه. احنا ما عناش رقابة على الدستورية، هذا يوقع وقت اللي تبدأ ثم مصلحة عامة معناتها مهدة. اليوم هذا مش متوفر. علاش؟ على خاطر المشكلة جاية من أنه الرئيس الحكومة كجهة إدارية شنو السبب امتنع على ممارسة صلاحياته في أنه يسمي القضاة اللي به، وعلى عكس ما تقال من أنه رئيس الحكومة ما عادش يسمي القضاة على خاطر الفصل 17 من الدستور الصغير ما عادش ينطبق. رئيس الحكومة إلى حد هذا التاريخ يسمي في القضاة، سمى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في 17 جامع في 2017، سمى مندوبي دولة في المحكمة الإدارية وهما قضاة عندهم مسؤوليات عليا، سمى رؤساء أقسام في دائرة المحاسبات، صحح على حركة قضائية كاملة فيها 800 قاضي، هذه كلها تسميات قضائية، هذم الكل يمضي عليهم. دونك لهنا ما ثماش مصلحة عامة، ثم امتناع يعني على ممارسة الصلاحية، وهذا معناتها خطأ إداري. ما يمكنش للإدارة أنها هي يعني تقصر في صلاحياتها باش بعد تستفيد وتمشي تعدل القانون لفائدتها، على خاطر كي يحصل هذايا يولي بعد ينطبق على عديد الوضعيات الاخرى. معناتها الاداره عندها صلاحيه ما تمارسهاش وتقصر فيها وتخطئ وبعد تمشي تبدل القانون باش هي تعدي الحل اللي يناسبها. هذايا من ناحيه شكليه. بعد كي ننظروا للمبادره هذه معناتها كي نخزروا لها في الاصل اعتراضكم على المبادرة هذه فيش تمثل؟ شنو اللي تنص؟ هي تقول اللي بالنسبة للاجتماع الأول اللي بشوق على المسألة على القضاء ما عادش رئيس الأول محكمة التعقيب هو اللي يدعو باهي رئيس مجلس النواب هو رئيس مجلس النواب، معناتها باش يعني رئيس الحكومة ما يمارسش صلاحيته باش في تسمية رئيس أول محكمة التعقيب ما يتسماش، إذا تعاود رئيس أول محكمة التعقيب برئيس مجلس النواب الشعب. هذه أولا فيه مساس باستقلالية القضاء، لأنه في مبدأ تفريق بين السلطات رئيس السلطة التشريعية ما يدعوش لاجتماعات هيكل يمثل السلطة القضائية كما هو المجلس الأعلى للقضاء، والاختصاص هذايا هو اختصاص سيادي يعني خاطر المجلس هو مجلس مستقل، وما كانوش غالطين النواب الشعب وقت اللي كتبوا القانون وحطوا قاضي هو الذي يدعو، هذاك مطابقة للدستور. نعم. وعلى اعتبار أنه اليوم القضاء سلطة مستقلة، وعلى أنه المجلس اللي يمثل القضاء كسلطة مستقلة يدعو لاجتماعاته رئيس يعني قاضي من درجة عليا، خاطر احنا ما نجمش يجي رئيس الأول محكمة التعقيب يدعو لاجتماعات السلطة التشريعية. مع احترامنا للسيد رئيس مجلس نواب الشعب. نعم. وتحليلنا للنقطة هذه خلافا للنقطة هذه في علاقة بالنقطة هذه خلينا نكونوا واضحين أيضا في علاقة بالمبادرة نتاع الحكومة هي كانت تحت عنوان محاولة حل الأزمة الداخلية. نعم. وحتى اليوم التصريحات نتاع وزير العدل أنه في صورة ما هناك توافق بين القضاة فأنه الحكومة مستعدة تسحب المبادرة. نعم. إشكال أساسي يعني خلينا نحكوا بشكل رسمي والمعرف. الإشكال الأساسي في غياب التوافق. التوافق موجود. ثم مبادرة صحوا عليها أكثر من ثلثين المجلس. المبادرة القضائية اللي أشرفوا عليها رؤساء ثلاثة هذوما الكبار صحوا عليها أكثر من ثلثين المجلس. لا. معناتها الحكومة شو اللي تعمل؟ ترفض مبادرة مصحين عليها أكثر من ثلثي المجلس وتعمل لنا قانون شنو اللي تعمل فيه؟ تهبط. هذه المشكلة الثانية اللي في المبادرة التشريعية، النصاب نتاع المجلس تمس أغلبية نتاع القرارات. احنا جدلا نقول المسألة نتاع الدعوة للانعقاد بالحق مشكلة، وهي ماهيش مشكلة خاطر رئيس الحكومة قاعد يسمي في القضاة. نعم.
اي وقت اللي احنا المساله متعلقه بشكون اللي يدعو، علاش نمسوا في نصاب المجلس؟ احنا المساله ماهيش تتعلق بشكون اللي يدعو المجلس، المساله تتعلق بحاجه اخطر من هذا، انك تتعدى باش تمس النصاب نتاع اجتماعات المجلس. تخلي مبادره قضائيه تحترم استقلاليه المجلس وانت اللي طلبتها مصحين عليها اكثر من ثلثين، وتقترح انه نصاب المجلس تهبطوا للثلث. اش معناها؟ معناتها المجلس في جلسة عامة فيها 45 يهبط يولي 15 برك ينجموا يجلسوا ويقروا بأغلبية من حضر السبعة، هما اللي قروا في مصير القضاء التونسي عدلي وإداري ومالي. وإحنا نعرفوا النصاب يتعمل قوي في المعايير الدولية، علاش؟ باش أولا يكون يعبر على شرعية الانتخابية، معناتها الناس اللي انتخبت فهمتني، وثانيا باش يحسن القرارات مهيكل كما مثل على القضاء، خاطر قد ما تضعف الاغلبيه قد ما الاختراق والهيمنه تسهل على السلطات الاخرى من داخل المجلس هذا. قلت دونك لا، مازال في المجالس الاخرى، خاطر المجلس فيه جلسه عامه وفيه مجلس عدلي واداري ومالي. وقت اللي المجلس العدلي ولا الاداري هو فيه 15 النصاب يهبط للثلث، معناتها خمسه اعضاء ينجموا يجلسوا ويقروا بأغلبية من حضر بأغلبية ثلاثة أعضاء فقط في مسائل خطيرة وهامة، خطورة بمعنى الأهمية، تسمية الوكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم والوكلاء العامين ورؤساء الأول اللي هذوما تقوم عليهم فهمتني استقلالية القضاء. سمحني لحظة برك أن نكمل هذية، ثم نجي ونقولوا اللي القرار هذية وقت اللي يدعو رئيس مجلس نواب الشعب المجلس باش يجتمع، راهو القرار هذايا مش ممكن باش نطعن فيه باي شكل حتى بدعوى تجاوز السلطه اللي هي من اختصاص المحكمه الاداريه، غير قابل للطعن. وعلاش يتقال هذايا؟ خاطر هو في الاصل كله تجاوز للسلطه. نعم. سامحني لحظه برك، معناتها حق اخر اللي هو حق التقاضي التونسي، شنو اللي كسبه بعد الثوره في الدستور من الحاجات الاساسيه؟ هو انك انت وقت اللي تتظلم من الاداره ولا من السلطه ولا من اي جهه، عندك الحق تمشي المحكمه، عندك قاضي يضمنك وعندك الحق في محامي، مع تمس زوز حاجات اساسيه اللي هما حق حاجه بربي يزينا نكمل هذه برك. وهذه بسرعه خلينا نسمع راي اخر. الخطوره في هذه وقت اللي انت تجي تمنع المحكمه الاداريه من الرقابه على قرار من نوع هذه، كما في 2005 هذه دعوة تجاوز السلطه اللي هي ضمانه للتونس كل كي نمشيوا للمحكمه الاداريه. وقت اللي سي مختار اليحيوي القاضي الفاضل الله يرحمه وقع عزله ونقحوا القانون الاساسي نتاع القضاة، شنو اللي عملوا؟ قالوا راهو القرارات التاديبيه ما عادش تقبل الطعن بدعوى تجاوز السلطه، وبهذاك حكموا في القضاء العدلي برك باش نشوفوا خطوره وقت اللي تتمس معناتها مبادئ اساسيه من هذا النوع. هذاك علاش المبادئ هذه ما يلزمش تتعدى فهمتني للجلسه العامه، ولا بد من دعم المبادره القضائيه. سيد وليد، موقفكم من المبادرة هذه حسب ما شفنا من وسائل الإعلام أنكم معناها مبدئين ما كميش معارضينها؟ المبادرة باش تبدأ كما مدام روضة بدأت من الأزمة، تفضل. بطبيعة الحال باش نحطوا الأمر ديما في إطار من ناحية قانونية أون بليس. الأزمة بدأت من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات اللي هو نهار 14 نوفمبر 2016. القانون يقول فصل 73 تاع المجلس الأعلى للقضاء يقول أنه السيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عنده شهر في يده باش يدعو المجلس الاعلى للانعقاد. الجلسه الاولى في تاريخ 14 نوفمبر 2016 هناك شهور وحيد في مجلس القضاء العدلي اللي هو في خطه وكيل الدوله العام لدى محكمه التعقيب، وشهور اخر في خطه استاذ جامعي مختص في الجبايه والماليه العموميه لم يترشح اليها احد. السيد رئيس الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي السابق راى والهيئة رات أنه في غياب السيد سي الوكيل العام لدى محكمة التعقيب الذي أحيل التقاعد في 1 أوت 2016 لا يمكن للمجلس الأعلى الانعقاد، فصدر قرار الترشيح. بمقتضى قرار الترشيح هذية من اللي كنا في شغور واحد أصبحت هناك شغورات الكل، وعمل أن جو دي شيك. كان عنا رئيس محكمة العقارية رشحوا الى خطه وكيل الدوله العام، ورشح حد اخر في خطه رئيس محكمه عقاريه، وهو مازال يباشر في خطه كرئيس محكمه التعقيب، رشح شكون في بلاصته وهو مازال يخدم. يعني خروقات بالجمله من اللي كنا شهور ولو اربع. اثنين، تم توجيه هذه القرارات
الى رئيس الحكومه وقلنا وفي العديد من المنابر باش نعاود نقول لهنا بحذاكم انه السيد رئيس الحكومه لم يعد مختصا في امضاء قرارات الترشيح الصادره على الهيئه الوقتيه المتعلقه باش المتعلقه بالتسميه في الخطط القضائيه. وهذا يا راي شاطرون فيه كبار اساتذه القانون في العام في البلاد. علاش؟ لانه القانون يقول انه التسميه في الخطط القضائيه تتم طبقا للفصل بالترشيح من الهيئه الوقتيه طبقا للفصل 17 من تنظيم المؤقت للسلطه العموميه. تنظيم المؤقت للسلطه العموميه 17 يعطي يعني اختصاص التسميه الى السيد رئيس الحكومه. لكن الفصل هذا الغي بعد ما دخل الدستور حيز التنفيذ، مش دخلت الدستور حيز التنفيذ، بعد ما نالت حكومه السيد الحبيب السيد الثقه في فيفري 2015. يعني رئيس حكومه من فيفري 2015 ما عادش مختص. بقى اشكال، لان ما تقصش عليه، زين خاطر سي تريز امبورتون اي سي لا شوز لا بلوز امبورتون. قلنا يجب اختلفنا مع زملائنا في جمعيه القضاة وحتى من جزء من اعضاء المجلس عباره استكمال. استكمال المجلس. عبارة استكمال كانوا يراوها زملائنا أنه يجب أن يكون المجلس كله كامل باش ينجم ينعقد. قلنا لهم هذا ما ينجمش يكون ممكن باعتبار أنه هناك حالات قد تطرأ كما إحالة التقاعد، والشيء هذا صار في 1 جانفي 2017 كيف كيف توا صار في مارس 2017 وفما زوز حالات جايين ومعناها ربي يطول في عمر الناس الكل ربما حاله الوفاه، وبالتالي قلنا يجب قراءه عباره الاستكمال في تاريخ معين اللي هو 14 نوفمبر 2016. الاستكمال يعني انه تركيبه المجلس استكملت بالانتخابات. نعرفوا الاعضاء اللي بصفه باش نكملوهم بالاعضاء بالانتخابات. وعندنا فقه قضاء مستقر في المحكمه الاداريه انه المجالس المنتخبه طالما انه هناك فيها شغورات لا تؤثر في النصاب القانوني فماش مشكل. يبقى الاشكال ولهنا انشاطر جمعيه قضاه التونسيين يقول لك هنا فما مساله نتاع مشروعيه، لانه في القانون يقول انه اول اجتماع نتاع المجلس الاعلى للقضاء يجب انتخاب رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء. وقالوا واحنا انشاطروهم الراي انه لا يمكن انتخاب رئيس مجلس اعلى القضاء في غياب رئيس محكمه التعقيب وفي غياب وكيل الدوله العام لدى محكمه التعقيب. نعم. به. اليوم حتى وكان امضى السيد رئيس الحكومه على قرار ترشيح نتاع الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي فلا يمكنه، هذا ما يحلش المشكل باعتبار انه عندنا شغورات اخرى الهيئه الوقتيه ما عندهاش عليها السلطه. باهي. دونك المشكله اليوم قلنا خليهم نسيبوا النقاش القانوني على جنب ويجي نتوافقوا. واقترحنا كهيكل ممثل القضاة خمسه هيكل. قلنا راهو الحل يجب ان ينبثق من داخل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء. اتلموا واجتمعوا وانتم سدوا الشغورات قبل ما لا تو تزربني زينه تو مادام راهو دخلت وقتها ما تزربنيش. لا لا ما هو انا ماذا بيا تاخذ وقتك باش تحكي لي على موقفكم من المبادره، خاطر هذا كله عشناه، هذا كله تبعناه اعلاميا. يلزم المواطن يفهموا زينه، يلزم المواطن يفهموا تبعناه حظه في الاعلام. احنا نادينا اليوم احنا عندنا مبادره، اليوم عندنا مبادره حتى في لجنه التشريع العام فما اختلاف بشانها، فما بين شكون يأيدها وبين شكون يعارضها. غدوه لجنه التشريع العام باش تستمع لاعضاء من المجلس الاعلى للقضاء بخصوص المبادره هذه. نور الدين قال قبيله وزير العدل قال احنا مستعدين باش نسحبوا المبادره هذه اذا كان انتم تتوافقوا، هذا المهم اللي لعنا. خليني نقول لك خليني نكمل لك نكمل لك توجيهك اللي تحب عليه كل تقوله لك. توفى الحصه ويظهر لي ما توصلش للمبادره. لا 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 مازال لنا اقل من 10 دقائق. لا لا فيسا 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 فيسا. احنا دعينا للتوافق وقلنا راهو التوافق مش بين الهياكل ممثل القضاة، الهياكل داخل اعضاء المجلس. الفصل 36 اليوم وانا عاد نقولها راهو هو الحل. يجب ان ينعقد المجلس الاعلى تبقى الفصل 36 مجلس اعلى القضاء من القانون نتاعو، لانه اليوم المبادره تحكي عليها تو مدام روضه اللي هي نتاع الرؤساء الثلاث، المبادره هذه تعطي في ظاهرها توافق اما ما سالناش شنو المحتوى نتاعها، المحتوى نتاعها مخالف للدستور لانه تدعو في معناها الفكره الاولى نتاعها المبادره هذه رئيس الجمهوريه انه يمضي قرار ترشيح الصادر على الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي. والحال انه رئيس الجمهوريه مش مختص في الموضوع هذا، هو ما هو مختص كان في الترشيحات التي تصدر عن المجلس الاعلى للقضاء. وذاك علاش رئيس الجمهوريه وقالها البارح حتى السيد وزير العدل قال احنا رئيس الجمهوريه اذا كان يجيني حل من وسط المجلس الاعلى
يعني يجب أن يلتئم المجلس الأعلى وهو اللي يرشح ويسد الشغور، ما عادش يجبدوني على الهيئة الوقتية. اليوم المبادرة التشريعية هذه في إطار وفاء كل توافق بين أعضاء المجلس، يعني هناك شق دعاء وحب يدعو معناها للانعقاد، هناك شق آخر وقفوا وعنده مبادرة مخالفة للدستور، يعني ما هناك انسداد أفق كاملة، ما فما حتى حل آخر إلا المبادرة التشريعية. وهي شنين مبادرة التشريعية؟ تمثل كأنه كهرباء واقفة باش تعمل تخدمها بالمفتاح. عندنا الدعوة نتاع الانعقاد أسندت إلى السيد رئيس مجلس النواب اللي هو رئيس السلطة التشريعية ومنتخب مباشرة من طرف الشعب صاحب السيادة، هذا واحد. وما في حتى تدخل السلطة التشريعية، ما يلزمهاش تدخل في السلطة القضائية. لا 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 شختي، ماهوش تدخل، هذا كلام معناها هلامي، ماهوش حتى تدخل. هو مرة واحدة في عمره باش يدعوهم للانعقاد على خاطر هما ما حبوش يعقدوا رواحهم، ما حبوش ينعقدوا، الفو ليزاميني دو دروا أنهم يجتمعوا. مش لا باش يترأس الجلسة ولا باش يعمل حتى شيء. واحنا في إطار ثلاثة سلطات نكملوا بعضنا ونراقبوا بعضنا، ماناش في دولة وحدنا، هذا واحد. تحكي مدام راوض على التصحيح التشريعي، هذا قانون إجرائي ولا علاقة له بالتصحيح التشريعي. التصحيح التشريعي يعني أنه يجي قانون بور كونتورني حكم قضائي إصدر في السابق. والحال ما صدر ماهيش أحكام قضائية، ما صدر قرارات تحفظية. الأحكام القضائية هي التي تصدر في الأصل وتتمتع بحجية الشيء المقضي به. اللي صدر هما مجرد قرارات تأجيل تنفيذ. وأون برانسيب لازم يصدر بعدها قرارات توقيف التنفيذ. هذا واحد. ماهيش باش نجم تصدر لأنه اليوم السيد رئيس الأول المحكمة الإدارية والسيد الوكيل للرئيس الأول المحكمة الإدارية الذي أصدر قرار تأجيل التنفيذ هما زوز ولاو أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء. نعم. اثنين بالنسبة للتحسين، وأنهي بهذا ما زينا، تحسين الدعوة، الدعوة للانعقاد ليست بقرار إداري قابل للطعن بدعوة تجاوز السلطة ولا يؤثر في المركز القانوني بتاع حد أحد. يعني كيف هو كيما الدعوة لمجلس التأديب، هي معناها استشهد بمجلس التأديب. فقه قضى عن متواتر في الموضوع هذا يا شختي، ليس بقرار إداري قابل للطعن، وإحنا حصلناه حتى ما نعطلوش الأمور هذية وباش المجلس يبدأ يخدم، لأنه الأهم بالنسبة لنا إحنا أنه يبدأ يخدم يسد الشغور، لأنه الشوانة اللي جاية أكبر من شيء هذا. نرجي. نعم، هو طبعا مانيش مختص في المسائل هذه، لكن على الاقل من خلال ما فهمته يبدو انه هناك نوع من اختلاف في تشخيص طبيعه الازمه. يعني بالنسبه للجمعيه على الاقل ما فهمته انه الخلاف الان هو بين القضاة وبين الحكومه ورئيس الحكومه الذي رفض الامضاء على اوامر تسميات في علاقه بالخطط الوظيفيه. اذا الاشكال هو من جهه القضاة ومن جهه ثانيه حكومه. ما فهمته ايضا من الاستاذ وليد هو انه الخلاف هو اساسا داخل العائله نتاع القضاء، يعني المساله تطلب الوفاق. اذا ثم اشكال في تشخيص طبيعه المشكله. هل الاشكال هذا ربما يتفهم، خلينا نستعمل تو مصطلح اخر، يتفهم سياسيا. فيش تفهم سياسيا؟ لاحظوا ايضا انه بالنسبه على الاقل الجمعيه والعائلة من القضاة هناك فتره معينه رفض لنتائج انتخابات المجلس الاعلى للقضاء، هذا لاحظناها من خلال العديد من التصريحات. هذا كان الاشكال الاولى. انا قاعد نوصف تو في حاله، مانيش يعني هناك نوع من الرفض لنتائج المجلس الاعلى للقضاء، وهناك ايضا حديث على اساس انه هذا الرفض للمبادره، يعني المبادره بتاع رئاسه الحكومه وغيرها، ياتي في اطار ما يسمى بمحاوله الانقلاب على نتائج المجلس الاعلى للقضاء. لكن في نفس الوقت ايضا الحديث على ضرورة التوافق بين القضاة وهي مسألة مهمة، هذا لاحظناه في أول مرحلة عند رئاسة الجمهورية اللي حكيت على ضرورة التوافق، لاحظناه أيضا عند رئاسة الحكومة، لاحظناه أيضا عن عديد القضاة. أعتقد أن التوافق من المفروض أيضا أن يتم على أساس قواعد معينة. اليوم ثم نوع من الاختلاف في القراءة القانونية لبعض الفصول، كل واحد فيش فهمها، هذا 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 موجود، لكن اعتقد انه يبقى دائما شرط التوافق الاساسي داخل اي قطاع داخل اي مهنه يتطلب ايضا التوافق حول نقاط معينه. من خلال ما كنت اسمع فيه اراء انه من الصعب جدا، على الاقل حسب المؤشرات الان، من الصعب جدا هو ايجاد نقاط توافق هذه، لانه التباين يبدو وكانه 180 درجه. نعم سيده روضه، وباختصار شديد لانه الوقت قريب ينتهي. انها المبادره القضائيه لاعضاء المجلس قائمه وهي حازت يعني على اكثر من الثلثين، وقت اللي نتحدثوا على انهم هما اصحاب الشان الاولاني، فهمتني؟ قبل هذه معناتها مبادره قائمه فيها اكثر من الثلثين. باش نقص عليك فقط، انا نقرا في تصريح لوزير العدل امس في مجلس النواب الشعبي، يقول جتنا مراسله كتابيه من خمسه هياكل نقابيه تطلب من رئيس حكومه عدم الامضاء على اوامر تسميه. هذايا اولا يثبت
نثبت عدم حياد وزير العدل في هذا الخلاف، لأنه وقت اللي تقول مراسلة حكومية تمشي لرئيس الحكومة من 5 هياكل نقابية تطلبه باش ما يمضيش وهو ما يمضيش، وزير العدل يتبنى هذا الموقف، فهمتني؟ وقت اللي جمعية القضاة في مسألة من نوع هذه إذا كان باش يسمعوا فيها الهياكل، مفروض أنها جمعية القضاة تسمعت، ومفروض أعضاء المجلس اللي طالبوا باش يقابلوا رئيس الحكومة في الموضوع هذا وطالبوه باش يمضي، ولكنه اختار باش معناتها ينحاز الى شق دون شق، وهذا فيه مساس. خليني الوضح. لا لا انا باش نقراك الفقره كامله، ممكن نخليك منها. هاو باش نقراك الفقره كامله. وكان هذا على فكره في موقع وكاله تونس افريقيا انباء. طب وكان وزير العدل غازي جريبي قال في جلسه استماع له صباح اليوم، يعني المقصود امس، ان المبادره التشريعيه التي تقدمت بها الحكومه بخصوص المجلس الاعلى للقضاء هدفها حل حاله الازمه، مؤكدا ان 5 هياكل نقابيه قضائيه طلبت من رئيس الحكومه كتابيا عدم الامضاء على الترشيحات التي قدمتها الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي لانطوائها على اخلالات معناتها وقت اللي 17 ديسمبر بعثناهم وقت اللي 5 هياكل قضائيه تطلب معناتها يستجاب لها، وقت اللي جمعيه القضاه التونسيين تقول معناتها لابد من الامضاء بور ديبلوكي لا يستجاب لها، ويستمع وقت اللي اعضاء المجلس يطلبوا معناتها الامضاء السيد رئيس الحكومه، هذا حقيقه يدل أن وزير العدل فهمتني ليس محايد في هذا النزاع، وهذايا معناتها انحياز إلى شق، وهذايا مساس بمبدأ أساسي في الدستور في أنها الإدارة لابد أن تكون محايدة في مثل هذه المسائل. باش نختم باش نزيد حاجة أخرى، وقت اللي سي وليد وهو مختص القانون الإداري وللأسف الشديد أنه ما ينتصرش لاختصاص المحكمة الإدارية كحامية معناتها للشرعية يقول هذا مش قرار إداري، علاش قالوا حسنوه من الطعن بدعوة تجاوز السلطة؟ علاش قالوا هذا لا يقبل دعوة تجاوز السلطة؟ القرار بتاع الدعوة القانون هذا المبادرة التشريعية تقول راهو لا يقبل لأنه هو تجاوز معناتها للسلطة، هذا هو الجواب الجواب البسيط. سامحني تعاقبتني سيدة روضة بسرعة لأن الوقت انتهى. ثم مسألة أخرى، المبادرة التشريعية هذه ريت الخروقات اللي صارت معناتها بالضبط جات على قياس المجموعة اللي قامت بالخروقات في المسألة هذه، ما هو هي الدعوة بالثلث وقع تنزيل النصاب للثلث. نعم. معناتها وقت اللي نتحدثوا على مسائل الانتخابية والمشروعية، ما هو نتمسكوا بالدعوة بالثلث هبط النصاب إلى إلى الدعوة بالثلث، وقت اللي تتم في مخالفة القانون انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس له، المبادرة التشريعية تنص على أنه الرئيس ونائب الرئيس، معناتها جات مبادرة باش المسائل غير القانونية اللي تمت تضفي عليها الطابع القانوني، وهذايا معناتها كبير زاد خطر، لأنه التشريع ولا يشرع مش للمصلحة العامة ولا يشرع لي معناتها فائدة الطرف أقل اليوم داخل المجلس، ونخليه معناتها ثلثين وأكثر من ثلثين مصحين على مبادرة ونعمل قانون يرضي كما قلت أقلية اللي واضحة معناتها واضحة ما في حتى شك باش تضعف المجلس وتسهل معناتها هيمنة السلطة السياسية عليه. زوز ملاحظات صغار، عندنا شق فيه 21 وعندنا شق فيه 28 نجمعهم نلقاهم 49 والمجلس فيها 40 واضح المجلس فيها 40 عندي اليوم 49 مصحين فما 9 مصحين منا وتصحين منا يعني سوني با سيريو ديجا. هذا واحد. بالنسبه للثلث راهو ماهوش بدعه، ونذكر مدام روضه تعرف انه الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي تخدم بالثلث، مجلس النواب يخدم بالثلث. نعم. وهو معناها ثلث معناها النصاب مش بتاع اتخاذ قرار. يعني اليوم ينحبوا نحلوا الازمه. احنا قلنا وقلناها ولليوم ونعاود نقولها انه اعضاء المجلس هذوما 28 تحكي عليهم سيادتك مدام روضه ويتزادوا عليهم جماعه الجروب 21 يتلموا وتبقى الفصل 36 ويسدوا هما الشهور. احنا اليوم معناها المشكله في الاسماء ولا عندنا
معناها فما اسم ما لاقى معناها المصادقة الناس الكل. نعم. فما اسم آخر مش يخرج في التقاعد في 1 أفريل، قعد اسم مدام معناها فوزية عليا المرشحة للتعقيب، يتلم المجلس ويسميه مدام فوز عليا ويسميه هو رئيس محكمة دائرة المحاسبات والسلام عليكم وكفى المؤمنين شر القتال. يعني المشكلة راهو تتحل في 5 دقائق. للأسف وقت البرنامج انتهى. نور الدين كلمة أخيرة بسرعة أكيد باش نتبعوا المراحل. أعتقد أنه من المفروض أنه هذه الأزمة لابد لها من مخرج. هذا المخرج أعتقد أنه الأساس بتاعه هو من داخل القضاة. توافق التوافق بين القضاة أكيد، وأنه ما زلنا باش نحكيه في الموضوع هذا يا سيدة روضة سي وليد، أكيد ما زلنا باش نحكيه فيه، لأنه بالفعل أزمة في ظاهرها كبيرة برشا لتركيز المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لكم على حضوركم ليلة هذه بداية، أكيد باش نعاودوا نحكيوا فيه الموضوع. سيدة روضة القرافي رئيس جمعية القضاة التونسيين، سي وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين، نور الدين المباركي شكرا لكم، نتقابلوا مع السادة المشاهدين إن شاء الله الأسبوع القادم في توقيتنا العادي بإذن الله مساء الجمعة، مع تحيات زملائنا في الإعداد ألفة الخديمي، في الإخراج صدق دغيم. شكرا لكم وتصبحوا على خير.